بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الإلكتروني المدمج مع بعض في المحاضرة الأخيرة من محاضرات مادة الرياضة أولى أول. بنتكلم دلوقتي على التكامل. التكامل دوت عملية عكسية للتفاضل، زي ما الطرح عملية عكسية للجمع، وزي ما الاسم عملية عكسية للضرب. فالتكامل عكس التفاضل. في البداية عايزين نتعرف على الرمز بتاع التكامل. احنا كنا قلنا التفاضل قبل كده رمزه دال صاد على دال سين او صاد شرطة. التكامل بقى رمزه ايه؟ رمزه حرف الاس اللي رقبتها طويلة دي، والعلامة دي بتتقري تكامل، يعني ما تشوفها كده تقراها تكامل، وبتحط الدالة جنبها. وانت طبعا عارف شكل الدالة، هتقول لي شكلها ايه؟ اقول لك مثلا تبقى 5 س زائد 7 س تربيع زائد 8 س زائد 10، اي دالة. طب في الاخر ده الهمزة وجنبها س دي بتتقري ايه؟ بتتقري بالنسبة لس، بتقرأ بالنسبة لس، يعني كأن الهمزة دي بتتقري كلمة بالنسبة. طيب ايه اللي مطلوب مننا في التكامل؟ مطلوب مننا في التكامل حاجتين. اول حاجة قواعد التكامل، ودي بيجي عليها مسألة، والتكامل المحدود، وده بيجي عليه مسألة. تعال نتعرف مع بعض على قواعد التكامل. القاعدة الاولى بتقول لي تكامل المقدار الثابت بالنسبة لسين. هتقول لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ اقول لك مش حرف الاس ده بيتقري تكامل؟ تقول لي اه. طيب وفي جنبها كلمة المقدار الثابت، ماشي. طب والدال سين اللي في الآخر بتتقري بالنسبة لسين؟ فعشان كده خد بالك معايا وأنا إيه أثناء قراية المسألة. تكامل المقدار الثابت بالنسبة لسين بيساوي، التكامل بيساوي المقدار الثابت أضربه في سين، وفي الآخر بزود حاجة اسمها سه. السه دي بتتحط في كل المسائل، ودي اسمها ثابت التكامل، وبتتكتب بعد إجراء أي عملية تكامل. خد مسألة، اوجد تكامل التسعة بالنسبة لسين، واوجد تكامل السالب خمسة بالنسبة لسين. تعال شوف الحل بتاع اول واحدة وتاني واحدة. المسألة الاولى حلها تكامل التسعة لسين، تسعة بالنسبة لسين عبارة عن تسعة سين زائد سين. عملنا ايه؟ طبقنا القاعدة، ضربنا المقدار الثابت في السين، وحطينا ثابت التكامل في الاخر. طب بالنسبة للتانية هتبقى سالب 5 س زائد س. كانوا زمان يقولوا لنا لو عايز تتاكد من صحه الحل وصحه الاجابه اعمل تفاضل للناتج الاخير، هيطلع لك الداله اللي محطوطه جنب ايه؟ حرف الاس اللي رقبتها طويله دي. يعني انا لو عملت تفاضل للناتج النهائي ده هيطلع اهو نفس الداله اللي فوق. تعال جرب، جرب في 9 س زائد س، اعمل لها تفاضل كده. هتقول لي 9 س تفاضلها 9 عشان 9 بتنزل، والسه ده مقدار ثابت والثابت تفاضله صفر ما يتكتبش. هنرجع نبص فوق نلاقي مكتوب 9 فعلا، وبالمثل بالنسبة للسالب 5. تعال نشوف القاعدة التانية، بتقول لي تكامل السين اللي عليها من فوق اس. قبل ما نقول القاعدة، انت في التفاضل كنت بتعمل ايه؟ بتقول لي كنت باخد الاس انزله على السطر، وبعدين اروح كاتب السين، واطرح اروح اخصم من الايه؟ من الاس واحد. التكامل عكسه. يعني ايه عكسه؟ قال لك بتروح للدالة تزود على الأس واحد، مش تخصم منه واحد، بتزود عليه واحد فوق، وتقسم على الأس الجديد، مش بتضرب بقى في الأس، بتقسم على الأس الجديد، وفي الآخر بنزود السه اللي بتزيد مع كل مسألة. لاحظ أنا كاتب لك إيه؟ جملة بقول لك معنى ذلك إن إحنا بنزود على الأس واحد صحيح ونقسم على الأس الجديد. تمرين، اوجد التكامل بتاع س اس 3 بالنسبة لس. سهلة، طبق معايا. هترد تقول لي في الحل التكامل يساوي س اس 4، عشان هنزود على 3 واحد تبقى 4، ونقسم على الاس الجديد اللي هو 4، وفي الاخر بنزود السه بتاع ثابت التكامل. في غلطة بلاقيها متكررة عند كتير من الطلبة، ايه هي؟ ان يجي يقول لي التكامل بيساوي، وياخد حرف الاس اللي هو رقبتها طويلة دي ويكتبها بعد علامة يساوي،
وده غلط. طالما بدأت تنفذ التكامل تنسى الاس اللي مكتوبة فوق، ما تنزلش معاك، انت تركيزك كله على السين. القاعدة الثالثة بتقول لك تكامل الدالة اللي عليها اس بس في جنبها رقم مضروب في السين بالنسبة لسين، بتعمل ازاي؟ سهلة، بتزود على الاس واحد وتقسم على الاس الجديد من غير ما تتلفت للرقم اللي جنب السين، ينزل زي ما هو. يعني الف نزلت في التكامل هي هي الف، النون بس اللي اتأثرت زاد عليها واحد وقسمنا على الاس الجديد. في مسائل على كده؟ اه في مسائل عايزين تكامل 5 س اس 5، فبقول له الحل تكامل 5 س اس 5 بالنسبه ل س بيساوي 5 س اس 6 على 6، الخمسه في اللي جنب السين فضلت زي ما هي، اما الخمسه اللي فوق السين هي اللي بتتاثر، بيزيد عليها واحد اس زاد عليه واحد ونقسم على الاس الجديد 6، وفي الاخر بنزود ثابت التكامل اللي بنزوده في كل مساله. المسألة التانية تكامل 2 س أس 3، لو جات لك في الامتحان 2 س أس 3 دي تعمل فيها ايه؟ هتروح تزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، والاتنين اللي بره دي سيبها زي ما هي، تنزل زي ما هي في التكامل، تطلع 2 س أس 4 على 4. القاعدة اللي بعد كده بتقول لك التكامل بتاع حاصل جمع وطرح عدة دوال، ده معناه انه بيجمع القواعد اللي فاتت كلها في ايه؟ في مساله واحده. اوجد تكامل س اس 4 زائد س اس 3 زائد س زائد 1 بالنسبه لس، يبقى هو هنا مدخلك بيختبرك في كل القواعد مره واحده. فبالنسبه لس اس 4 تكاملها هيبقى س اس 5 على 5، لان انا بكامل كل واحده لوحدها. طيب اشاره الزائد تنزل، ولو كانت سالب تنزل. س اس 3 تكاملها س اس 4 على 4. طب السين اللي مش مكتوب عليها حاجه، المفروض ان مكتوب عليها واحد من فوق بس ما ظهرش، تبقى س اس 2 على 2. طب والواحد اللي هو في الاخر تكامل الثابت بيساوي الثابت في س، يبقى كده هيطلع لي تكامل الواحد عباره عن س، لان لما اضرب واحد في س تطلع س، وفي الاخر بنزود السهم. مساله ثانيه تكامل 7 س اس 2 زائد 3 س زائد 2 بالنسبه لس، عبارة عن ايه؟ بنكملها واحدة واحدة، كل واحدة بتخضع للقاعدة بتاعتها. 7 س اس 2 تكاملها بقى 7 س اس 3 على 3، 3 س تكاملها 3 س اس 2 على 2، عشان 3 س دي معناها 3 س اس 1 بس الواحد ما بيظهرش. الاثنين اللي في الاخر تكاملها ايه؟ تكاملها ب 2 س زائد الس اللي بتزيد في الاخر. مسألة تانية على التكامل المحدود، اوجد التكامل بتاع 3 س أس 2 زائد 2 س زائد 5 في المدى من 1 إلى 2. بروح أعمل التكامل وفقا للقواعد العادية وتجاهل السهم. أنا كنت عايز أقول لك ليه بنتجاهل السهم في المسألة اللي فاتت، فافتكرتها دلوقتي. بنتجاهلها ليه؟ لان احنا لما بنيجي نحل بنطرح التعويض بالحد الاعلى ناقص التعويض بالحد الادنى، فلو كانت السهم موجوده فمره هتظهر لك عند التعويض بالاعلى ومره تظهر لك عند التعويض بالادنى وبينهم سالب، فالسهم الموجبه تروح مع السهم السالبه. تاني يا جماعه، لو انا تخيلت ان القوس بتاع التكامل دوت، القوس اللي مكتوب تحتيه واحد وفوق اتنين ده اللي هو في بدايه الحل، لو تخيلت ان في سهم موجوده في اخره، فالسه دي بتنزل زي ما هي سه، لا بيتعوض عنها بواحد ولا باتنين، فالسه بتفضل معايا عقبة، تظهر معايا في الحد الأعلى مرة وتظهر معايا في الحد الأدنى مرة، فلما باجي أطرح الأعلى ناقص الأدنى ألاقي السه تطرح مع السه يروحوا مع بعض، فأنا من البداية بريح نفسي ما أكتبهاش. طب تعالى نعمل قواعد التكامل اللي أنت عارفها، 3 س أس 2 تكاملها بإيه؟ ب 3 س أس 3 على 3، زودنا على الأس واحد وقسمنا على الأس الجديد. 2 س تكاملها بإيه؟ 2 س اس 2 على 2، زودنا واحد وقسمنا على الجديد. الخمسه تكاملها بايه؟ ب 5 س، زودنا
السين جنب الخمسة. بعد كده بروح جوه القوس اعوض مرة بالاتنين ناقص التعويض بالواحد، يبقى بعوض عن سين بتساوي اتنين في التكامل اللي طلع ناقص التعويض عن سين بتساوي واحد في التكامل ده. فلما بعوض باتنين يبقى اتنين اس تلاتة زائد اتنين اس اتنين زائد خمسة في اتنين، اي سين تقابلني حطيت مكانها اتنين ناقص التعويض بالواحد، واحد اس تلاتة واحد اس اتنين زائد خمسة في واحد. التعويض بعد ما تخلصه تجمع الارقام جوه القوس ده ناقص الارقام اللي جوه القوس ده. هنا ممكن تلجأ للآلة الحاسبة وتدخل عليها كل الأرقام دي يطلع لك الناتج 15. طب نفترض جربت وما طلعش الناتج 15، تعرف إن أنت بتدخل أرقام غلط للآلة. هتقول لي طب في غلطة مشهورة في الحتة دي؟ أقول لك أه في غلطة مشهورة، إن إشارة السالب اللي موجودة في النص بين الحد الأعلى والأدنى دي لما جت دخلت على القوس غيرت كل إشارات القوس اللي جوه. دي حتة بينساها الطالب، بيروح يدخل إشارة الناقص دي على أول حد بس من الحدود، أما بقية الحدود ينزلها زي ما هي. لا، إشارة السالب بتغير كل الإشارات اللي جوه القوس. يعني إيه تغيرها؟ يعني تخلي الموجب سالب والسالب موجب. بكده يبقى وصلنا لآخر جزئية في التكامل، آخر جزئية في المنهج بحمد الله وتوفيقه. بشكركم وأتمنى لكم التوفيق، أتمنى لكم النجاح، وأتمنى لكم التقديرات في المادة دي. متقلقش منها خالص، المسائل هتبقى شبيهة بمسائل اللي معروضة عليك ديت مع تغيير أرقام بسيط ويمكن بنفس الأرقام كمان. في بنك أسئلة أنا عامله مصاحب للمادة دي، في مسائل كتيرة جدا عشان تتدرب عليها، فكون مطمن تماما. بشكركم تحياتي وافر الشكر وافر التقدير، وأشوفكم بإذن الله في مناهج تانية إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.